تصنف على حسب استخداماتها. مالتي ميديا التوبكس الموجودين حاليا، واعتقد ان الناس اللي ايديها في المالتي ميديا عارفين يعني ايه مالتي ميديا في الاستخدامات الحديثه بتاعتها. مالتي ميديا درايفنج فورسز، ايه هي الحاجات اللي احنا اتجهنا للمالتي ميديا ليه، او رحنا نستخدم المالتي ميديا ليه؟ المالتي ميديا ابلكيشنز، طبعا اللي يعرف مالتي ميديا يعرف حاجات كتير جدا جدا. لولا المالتي ميديا ما شفتش مباراه كره قدم زي اللي انت بتشوفها على شاشه، لولا المالتي ميديا ما كنت شفت التلفزيون اللي قدامك اللي انت بتشوف تتفرج عليه، لولا المالتي ميديا ما كنتش شفت الموبايل اللي انت ماسكه. كل المالتي ميديا طبعا في كل الاتجاهات الاولاد ليها التطبيقات بتاعتها العاليه. انا شايف للاسف ان في عدد لسه برضو ما طلعش، فهستاذنكم دقيقه اطلعهم من الجروبات الثانيه ويدخلوا هنا، واللي عارف حد لو سمحت يتواصل معايا يا شباب. عليكم السلام، ازيك يا دين؟ عامله ايه؟ كل سنه وانت طيب، اخبارك ايه؟ خلاص تمام؟ بتقبل البحث؟ لا يا عم مش هنشوف، مش هنشوف كده، العدد كده زاد تمام. ماشي شباب كده سامعيني ولا في حاجة؟ لان انا مش واثق في النت ولا في الجهاز دلوقتي، فلو سمحتوا اكدوا لي ان انتوا سامعين. هو الصوت ضعيف شوية يا دكتور، بس سامعين حضرتك. طيب معلش يا ابني، عشان ايه انت عارف انتوا بتسجلوا تمام، المعهد النت ضعيفه جدا لدرجه ان انا مانيش عارف ادي المحاضره، فهنحاول ان احنا نسلك المحاضره ديت، وبعد كده ان شاء الله اروح معمل ولا حاجه يكون في الشبكه عاليه شويه. طيب خدنا قلنا ان ايه هو المالتي ميديا، يعني ايه كلمه مالتي ميديا كونسبت، ايه هي الابلكيشن بتاعت المالتي ميديا. طيب نعرف المالتي ميديا، كلمه كومبيوتنج يا اولاد، كلمه مالتي ميديا كومبيوتنج معناها ايه اللي انا بعمله عشان على عناصر المالتي ميديا، ايه هي العمليات الحسابيه اللي انا بعملها. اول حاجه اللي هي عمليه يا اولاد الديجيتاليزيشن، عمليه الايه الديجيتاليزيشن، ان ازاي انا احول الصوره بتاعتي من انالوج سيجنالز الى ديجيتال سيجنال، بعد كده ازاي ان انا انقلها عبر وسائط، عبر الاسلاك او عبر ال قول معايا اللي هي الكاميرات او ايا كان. طيب ايه كمان انتوا شايفين ولا مش شايفين؟ ها؟ ايوه تمام يا دكتور، شايفين تمام.
طيب ايه كمان اللي هي الديستريبيوشن، ثم كمان الترانسفورميشن، ازاي ان انا احول عمل المالتي ميديا. طب كلمه مالتي ميديا معناها ايه يا اولاد؟ كلمه مالتي كلكم عارفينها انك انت متعدد. طب ميديا، كل ما يستخدم في عرض معلومه فهو ميديا. في نيوز بيبر ميديا، اه طبعا في نيوز بيبر ميديا، الميديا او الماس ميديا اللي هي احنا بنستخدمها زي النيوز بيبر والراديو والتي في، دول كلهم بنسميهم ماس ميديا. يبقى انا دلوقتي بقسم المالتي ميديا، بقسم المالتي ميديا وليس المالتي ميديا ايرنج. خلي بالك عشان السؤال ده دايما كنت بجيبه في الاختياري والناس بتغلط فيه. لما اجي اقول لك مالتي ميديا، مالتي ميديا من غير كلاسيفيكيشن، غير لما اقول لك المالتي ميديا ايليمنت كلاسيفيكيشن. لما اقول مالتي ميديا كلاسيفيكيشن، يبقى انت عندك الماس ميديا زي ايه؟ كل اللي بيستخدم في الاعلام، كل الوسائل اللي انت بتستخدمها في الاعلام فهي مالتي ميديا. تمام؟ زي ايه؟ زي النيوز بيبر، زي الراديو، زي التي في، زي كل حاجه. طيب في كمان كوميونيكيشن ميديا. كوميونيكيشن ايه؟ ميديا. صباح الخير. كوميونيكيشنز ميديا يعني ايه؟ يعني كل اللي انا بستخدمه في نقل المعلومه من مكان لاخر. لو انا بنقلها من جهاز لجهاز، يبقى كل الاسلاك والكابلات والشاشات والحاجات اللي انا هستخدمها عشان انقل المعلومه من جهاز لجهاز تاني. ودي احنا بنسميها الكوميونيكيشن ايه يا اولاد؟ ميديا، زي النتورك، زي الساتلايت، زي الكيبلز اللي انت بتستخدمها. طيب في ميديا في الكمبيوتر او الاستورج ميديا. الاستورج ميديا كام يا اولاد؟ خلي بالك احنا قلنا الاستورج ميديا انت خدتها في سنه اولى، وكانوا بيقول لك الاستورج ميديا اثنين، برايمري وسكندري. احنا بقى بنقول كل ما يستخدم في تخزين معلومه من على جهاز الكمبيوتر او على شكل ديجيتال فورم، بسميها وسائط تخزينيه او وسائط مالتي ميديا تخزينيه للتخزين، اللي بنسميها الاستورج ايه؟ ميديا. في بعد كده ميديا بنستخدمها ما بين الكمبيوتر وما بين الانسان، اللي هي ال اتش سي اي، الهيومن كمبيوتر انتر اكشن، ودي احنا بنستخدمها عشان اتعامل مع المعلومه. زي ايه؟ لو انا قاعد بكتب على الكمبيوتر يبقى ده تكست. لو انا بشوف صوره او بعرض النتائج بتاعت البحث بتاعي او النتائج بتاعت المشروع بتاعي بحطها على شكل صور، يبقى ديت اسمها ستيل ايمج. طب لو انا حطيت ساوند يوضح الصوره والنتائج اللي انا حصلت عليها، يبقى ده بنسميه اوديو. طب ايه رايك لو انا جبت فيديو تعليمي بقول الطريقه، او انت عملت فيديو توضح فيه انت عملت المشروع بتاعك ازاي، يبقى ده بنسميه فيديو. تمام؟ طب ايه رايك لو انت بدات تعمل سيميوليشنز بالكمبيوتر جرافيكس للي المفروض يحصل عندك، يبقى ده بنسميه الانتر اكشنز ميديا يا اولاد. يبقى انا دلوقتي اقدر اقسم المالتي ميديا لاربع حاجات، ايه هي؟ ها، ماس ميديا، ها، ترانس اكشن ميديا، ستورج ميديا، ثم الانتر اكشن ايه؟ ميديا. تمام؟ من امثله الانتر اكشنز ميديا السي دي، الاتش دي، اليو اس بي، الساتلايت. الاجابه الصحيحه فين؟ حد يقول؟ حد من الشباب يقول؟ الو دكتور بعد اذنك، هو مفيش كلام ظاهر على الشاشه. ازاي كده مش ظاهر عندك؟ هو بس ظاهر البدايه بتاعت مالتي ميديا كونسبت وتوبيك بس. المالتي ميديا كونسبت اند توبيك اللي هي مالتي ميديا مور ذان 1، صح ولا ايه يا شباب؟ السلايد رقم 3. ايوه يا دكتور، ظاهر السلايد 3 صح. بعد كده احنا قلنا في الماس ميديا، في الترانس اكشن ميديا، في الاستورج ميديا، في الانتر اكشن ايه؟ ميديا. تمام؟ دول الاربعه. طب اجي اقول لك ايه؟ من امثله الماس ميديا الساتلايت، النتورك، السي دي، الراديو. انهي الاجابه الصحيحه؟
طبعا انت شايف انا بركز هكذا مالتي ميديا كومبيوتنج. طب ايه هي استخدامات المالتي ميديا؟ استخدامات المالتي ميديا يا اولاد بتزداد كل يوم عن الثاني. النهارده في الانسان الالي والذكاء الاصطناعي اصبح دلوقتي صايحه كبيره جدا 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 في عالم التكنولوجيا. انك انت طب ايه هو الذكاء الاصطناعي؟ ده الذكاء الاصطناعي الاساس بتاعه داينامكس، كمبيوتر فيجن، ثم شويه ناتشورال الجوريزم. ادالك مجال جديد للليرنينج بتاع الماشين. الله، ده احنا نقدر نستخدم الكلام ده. قال لك هي البينفيتس بتاعت المالتي ميديا، بص بقى مش شويه. اول حاجه عمليه بتزود في عمليه الليرنينج بتاع مين؟ بتاع الماشين. ودي خلي بالك بتستخدم حاليا لازيمو، واسمها اللي كانت الانسان اللي كان جه هنا اسمها ايه؟ حد يفكرني. اللهم صل على سيدنا محمد. اسمها يا ابني، لا اله الا الله. صوفيا يا دكتور. صوفيا ايوه تمام. صوفيا وازيمو ده كله اولاد شغال بعمليه الايه؟ الماشين ليرنينج. بص بقى عاده الوقت بتستخدم في الاشارات المروريه، وانت بتستخدم المالتي ميديا اوتوماتيك بتعمل الجوريزم لاشاره مروريه. الاشاره المروريه بتشتغل اوتوماتيك، وكل الناس بالمناسبه في طلبه كتير جدا جدا في كليه هندسه عملوا معظم الاشارات اللي موجوده في الزقازيق، طبعا كلها معموله عن طريق الطلبه بتوع كليه العلوم وكليه الهندسه وكليه الحاسبات. بيعمل عمليه الابيلنج، والابيلنج ده هتعرفها للناس اللي اشتغلت اللي خدت الارتفيشال الاي اي. التريننج كوست بتاعت الماشين، ازاي ان احنا نقلل الكوست بتاع التريننج. ايزي تو يوز جيف انفورميشن كوست. بعد كده بروفايد هاي كواليتي اوف برزنتيشن. طبعا لما اقول لك هاي كواليتي اوف برزنتيشن يبقى معناها على طول اوتوماتيك. بص على الباوربوينت اللي انت بتبص عليه ده لو انا ما عنديش الوسيله العرض وما فيش مالتي ميديا يبقى اوتوماتيك. خلي بالك ده احدى الوسائل الحديثه جدا جدا، حتى بيسموها كده التكنولوجيا الحديثه في التعليم. الباوربوينت ما هوش التكنولوجيا الحديثه، الوقت بقى فيه برامج كتير جدا جدا زي التيمز اللي احنا قاعدين عليه ده كله اصله وبيعتمد اعتماد كلي على الوسائط المتعدده وعناصر المالتي ميديا اللي هم الخمس عناصر بتوع المالتي ميديا اللي هم ايه يا اولاد؟ الخمس عناصر بتوع المالتي ميديا هم التكست والايه يا اولاد؟ والستيل ايمج والاوديو والفيديو والكمبيوتر جرافيكس اللي احنا بنسميهم ايه؟ الهيومن كمبيوتر انتر اكشنز. ودول اللي هيجانهم معايا طول الترم. يعني طول الترم انت هتشتغل في الخمسه دول. لكن انت عرفت ان المالتي ميديا اربع حاجات، في ماس ميديا وفي ستورج ميديا وفي كوميونيكيشنز ميديا وفي اللي هو الانتر اكشن ميديا. احنا هنركز على الانتر اكشنز ميديا بس. طبعا الكلام ده استخدامات المالتي ميديا. الاستخدامات الثانيه برضو احنا ممكن نصنف المالتي ميديا بقى، بس خلي بالك هنا اسمهم المالتي ميديا ايه؟ ها؟ مالتي ميديا اليمنتس اسمهم الايه؟ ها؟ المالتي ميديا اليمنتس اهم، تكست، اوديو، ستيل ايمج، فيديو جرافيك او كمبيوتر جرافيك. طب ما انا خدت دول باسم تاني، ايه هم يا اولاد اللي فاكر اسمهم ايه دول؟ التكست والاوديو والستيل ايمج والفيديو والاوديو، ها؟ والكمبيوتر جرافيك، الست دول ايه؟ انتراكشن ميديا صح؟ الانتراكشن ميديا، برافو عليك. دول اسمهم الانتر اكشنز ميديا. طب الانتر اكشن ميديا ممكن ان انا اقسمهم لحاجتين، يا اما ديسكريت يا اما كونتينوس. يعني يا اما اقدر اسميهم يا اما دايناميك يا اما ستيل ايمج يا اما ستيل ميديا اليمنتس او كونتينوس ميديا اليمنتس، او ان انا اسميهم ستاتيك ودايناميك اكتر من اسم اهوت عشان لما تيجي لك المرادفات في الامتحان تبقى انت عارف.
طيب الستاتيك ميديا اللي هي بتشمل التكست والايمج والجرافيكس والاولاد. طب والديناميكس ميديا اللي هي عباره عن الاوديو والفيديو والايه والانيميشنز او الكمبيوتر انيميشنز. بعد كده هتلاقي احنا خلاص صنفنا المالتي ميديا وصنفنا المالتي ميديا اليمنتس. خلي بالك وفرق ما بينهم هما الاثنين. طب ازاي ان انا بعمل سيستم معتمد على المالتي ميديا؟ ازاي ان انا اعمل سيستم معتمد على المالتي ميديا؟ سيادتك بتعمل تقريبا الناس اللي بتشتغل في الفيلد بتاع الديزاين تقريبا كل يوم بيعمل مالتي ميديا اليمنت او مالتي ميديا سيستم او بيعمل امبلمنتيشن. والناس اللي خدت اللي هو تصميم تحليل وتصميم نظم ده اكيد اكيد عارف اللي انا هقوله من الخطوات دي. اول حاجه الريبريزنتيشن، ثاني حاجه الاستورج، ثالث حاجه البروسيسنج، اندرستاندنج، برودكشن، بريزنتيشن، بروتكشن، ثم ديستريبيوشن، ثم كوميونيكيشن. هم دول الحاجات اللي احنا بنستخدمهم عشان اعمل مالتي ميديا اليمنت. فاكرين الاس دي ال سي يا اولاد اللي هم اللي انتم خدتوهم في 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 تحليل التصميم في تصميم النظم ماده التصميم؟ فاكرين السبع فيزز ولا مش فاكرينهم؟ ايا كان لو انت فاكرهم يبقى كويس جدا، ما انتش فاكرهم يبقى طبيعه الطالب المصري بسم الله ما شاء الله عليه. عمليه الريبريزنتيشن اللي هي عمليه الديجيتاليزيشنز او الانكودنج او الكومبريشنز، وازاي ان احنا هنعمل الكلام ده. الستورج عمليه ان انا اخدها واروح اوديها على الستورج ميديا. البروسيسنج يبقى استخدمها ادخلها على اوبريتنج سيستم معين واعمل عمليه اندكسنج وسيرشنج جواها وسكيدجولنج. بعد كده عمليه الاندرستاندنج، ودي طبعا عشان اعمل اندرستاندنج يبقى لازم يكون عندي اناليسيز عشان احصل على النتائج بتاعتي. البريزنتيشن والبروتكشنز والديستريبيوشن والكوميونيكيشنز. بعد كده يا شباب اللي هي الفورسز اللي هي الايفاليويشن بتاع ثوره الانتقال عبر الشبكات. وما اعتقدش ان انتوا لسه محتاجين ان انا اقول لكم حاجه، لان كل واحد منكم قاعد على موبايل احسن من الموبايل بتاعي بيقدر ينقل منه كل اللي احنا كنا ممكن ما نتخيلش ان هو في يوم من الايام يتنقل من جهاز لجهاز او من الكترونيك ديفايس لالكترونيك ديفايس تاني. بعد كده الاكسس بتاع الامبيجيوتيز بتاعت الاكسس بتاع النتورك واللي كان بيحصل في اللان دلوقتي انت كل معظم المشاكل اللي كانت بتحصل في التصميم بتاع اللان دلوقتي تم التحكم فيها واصبح دلوقتي عمليه التهكير تقريبا يعني بنسبه 80% عمليه التهكير او نقدر نحمي النتورك بتاعتنا والداتا اللي موجوده جواها، يعني تقدر تنقل البيانات بتاعتك بنسبه 80% في امان، خاصه لو انت استخدمت برنامج او نظم تشغيل زي نظم تشغيل اليونكس او لينوكس فبيبقى في سكيورتي اعلى شويه. الفاست بروسيسنج اعتقد ان احنا كنا الاول بنستخدم رام كمبيوتر 4 رام و5 رام ولا 10 رام 10 ام بي ولا حاجه، ما عادش الكلام الفاضي ده كليته ده عدى خلاص. موضوع البروسيسنج بقى عالي جدا. نعم يا بابا اتفضل. 417 اتفضل. اتفضل يا بابا. اتكلم يا بابا اتفضل. طيب طبعا النهارده يا اولاد بقى في حاجه اسمها الناتشورال الجوريزم. بنعرف ان الناس عادت بتعرف كل المخلوقات الطبيعيه ازاي بتتعامل زي البي الجوريزم او الانتي كولون الجوريزم او الفاير فلاي الجوريزم او الانتي كولوني. ده كليتها حاجات طبيعيه عايشه في وسطنا. الايه بتقول ان هم الا امم امثالكم. فالناس بدأت تعرف ازاي الحاجات دي شغاله وبدأت تطبق تنقل الالجوريزم بتاع الانتي كولون والفاير فلاي والبي الجوريزم والكلام ده كليته وبدأت تعمل له الجوريزم في الكمبيوتر. فأصبح الكمبيوتر بيتكلم على ناتشورال الجوريزم. فالناتشورال الجوريزم بتاعتنا اللي موجوده ديت أصبحت ايه؟
اصبحت متاحه وبيتعمل لها سيميوليشن على مين يا شباب؟ على الكمبيوتر. بعد كده السمارت تيرمينالز، ومعظم طبعا معظمكم عارف اللي هو لما بيروح يقف على مكنه الاي تي ام، هو بيشغل على المكنه على التيرمينال بتاع المكنه. لو انت عندك شغال في شركه انت بتبقى شغال على بس شاشه وكيبورد وماوس، لكن البروسيسنج كلها بتتم داخل اجهزه ممكن انت ما تكونش عارف مكانها فين. فور موست امبورتنس بتاعتنا زي البي باج والديفايس والهاردوير والتيرمينالز والديجيتاليزيشن والتكست والاوديو والفاست، ده كله يا اولاد في عمليه الانكودنج والديكودنج عملت طفره كبيره جدا جدا، وهتشوفوها بقى لما نشتغل عليها. طبعا في للمالتي ميديا مش زي يعني اللي بيشتغلوا في المالتي ميديا بيبقوا عندهم وعي بالالجوريزم، مش كل الالجوريزم ولا كل التكنولوجيا اقدر اطبقها على المالتي ميديا اليمنتس. امال انا بستخدم ايه؟ قال لك لا، في الجوريزمات معينه بتطبق في الاتجاه ده زي اللي ايه التكنيكس. وانا كان دايما سؤالي ايه الفرق ما بين التكنيك والالجوريزم والابروتش، ودايما بحط ديت نقطه مفتوحه ليك تعملها لي وعليها 5 درجات تعرف يعني ايه الفرق ما بين التكنيكس والالجوريزم والابروتش. ماشي؟ فالتكنيكس اللي احنا بنستخدمها هي اللي نقدر نقول عليها الالجوريزم اللي انا هستخدمه عشان اعمل عمليه الكومبريشن او دي كومبريشن بتاعتي. كوميونيكيشنز بتاعتك ازاي هتنقل من والى الكترونيك ديفايس. تكنيكس فور اكسسنج طبعا ديت حاجه ثانيه خالص، طبعا داتا مايننج و ممكن نقول الناتشورال سبوكن لانجوج الكويري، كل الداتا بيز شغل الداتا بيز والتنقيب داخل الداتا بيز بيسموها تكنيكس فور الاكسنج، وبيعتبروا هنا المالتي ميديا اليمنتس اللي موجود هنا في الحاله ديت بنسميه التكست. بعد كده اللهم صل على سيدنا محمد الايه الاكزامبلز من المالتي ميديا ابلكيشنز، طبعا موجود في الميديسن، موجود في الانترتينمنت، موجود في الساينس والتكنولوجي، موجود في الاديوكيشن، موجود في البيزنس سيرفيس، في الريزيدوال سيرفيس، كل حاجه موجود فيها تقريبا. لو انت بصيت على الحاجات اللي قدامك ديت هتلاقي ان الاكزامبل الابلكيشن بتاعت المالتي ميديا تقريبا موجوده فينا يا اولاد في كل حياتنا او في كل المجالات اللي احنا قاعدين فيها. انت قاعد قدام التلفزيون قدامك مالتي ميديا، انت قاعد في الكلاس قدامك مالتي ميديا، انت رحت للدكتور قدامك مالتي ميديا، انت رحت لاي مجال عمل هتلاقي فيه كل حاجه وسائل الايه؟ وسائل الوسائط المتعدده موجوده فيها. وانت قاعد على الموبايل بتاعك تلاقي 2 من الشباب الحلوين كده قعدوا مع بعض وعملوا لعبه زي بابجي اللي انتم منبهرين بيها او الشباب الصغير منبهر بيها ديت، عمل ابلكيشن لعبه او جيمز وحطها دلوقتي عادت مصمم هذه اللعبه اللي ممكن يكون في سنكم، اصبح دلوقتي واحد من ضمن اشهر الناس اللي موجوده على مستوى العالم. ايه اللي احنا المفروض نعرفه عن المالتي ميديا؟ لازم اعرف الخمس حاجات اللي هم التكست انكودنج ديكودنج، الستيل ايمج انكودنج ديكودنج، الفيديو انكودنج ديكودنج، الساوند انكودنج ديكودنج، الانيميشنز اند الجرافيكس انكودنج وديكودنج. طبعا المنهج ده الصفحه اللي قدامك دي او السلايد اللي قدامك دي فيها المنهج بتاعك كامل، فيها المنهج بتاعك كامل سواء كان التكست انكودنج وديكودنج، الستيل ايمج انكودنج وديكودنج، الفيديو انكودنج وديكودنج، والساوند انكودنج وديكودنج. وطبعا لو في وقت هناخد على الايه يا اولاد، هناخد على الانيميشنز بتاعتك. تعالوا كده اما نشوف ازاي نعمل التكست. التكست ده مجموعه من الحروف والارقام، صح ولا لا؟ حلو. طيب هل في تكنيكس ان انا اقدر اعمل له كومبريشنز، اعمل له عمليه ضغط كومبريشن انكودنج كده كومبريس الكومبريس بتاعت الداتا؟ قال لك في طرق كتير ان انا اخد طريقه زي الرالينز انكودنج واخد عليها اعمل الجوريزم يعني واطبقه على
اللي هي يا ولاد على اي تكست موجود زي اللي موجود في المثال اللي قدام سعادتك ده اهو. المثال قدامك اهو، تشوف كده لو انت خدت الديجيتال داتا ستريم بالشكل اللي قدامك ده 17 8 54 3 اصفار 97 وهكذا، وبدات اخد الايه اعمل عمليه الانكودنج بالران لينث انكودنج، بدور على عدد التكرارات اللي موجوده عندي واحطها زيرو. اتكررت كم مره؟ اتكررت ثلاث مرات. الزيرو اتكرر كم مره؟ مره واحده. هنا الزيرو اتكرر خمس مرات فاصبح زيرو خمسة وهكذا. بدات ايه اعمل انكودنج، اعد العدد الديجيتس او عدد السيمبلز اللي موجوده عندي واحطها. عشان كده بيسموها ران لينث ايه يا اولاد؟ الصوت قطع ولا ايه؟ برضه يا شباب يعني كالعادة فصلت وجت. عشر دقايق كمل يا شباب برضو على هنا. بالمناسبه يا شباب لو انت بصيت على المثال، سامعني يا شباب؟ كونفيرم لو سمحت. سامعني ولا مش سامعني؟ خلي بالك النت فصلت عنك. سامعين يا دكتور. طيب بص على المثال اللي عندك اللي قدامك ده، بقول لك لو عندك سورس. هو يا ريت يا دكتور حضرتك مش مشير السكرين. حضرتك مش مشير السكرين. مش شايره يا ابني قدامك. لا يا دكتور مش موجودة. مش شيارة بابا. لا يا دكتور مش ظاهرة. لا طب ممكن حضرتك تفصلها وترجعها تاني؟ شيارة كده قدامك؟ ايوه كده تمام. تمام يا دكتور. ظهرت؟ تمام. بقول لك لو انت عندك المثال اللي قدامك ده، عندك سورس بيطلع السيمبلز اللي قدامك دي اهي www.aadexx وهكذا، بقول لك استخدم الران لينس كودنج عشان تعمل الكلام ده. كل اللي انت بتعمله بتاخد الدبليو بتهدها بتشوفها كم مره، اتكررت كم مره، الاي اتكررت كم مره، الدي اتكررت كم مره وهكذا، عملتها اهي وظهرت بالشكل ده.
طب هل في مثال، هل في مثال هل الرننج كودنج دي موجوده تحت الماتلاب؟ اه قال لك موجوده تحت الماتلاب وان شاء الله تلاقوها مع المعيدين. وادي امثله للرننج كودنج اسمها ار ال اي، ران لينس انكودنج. كل اللي انت بتعمله بتدخل ال ايه يا اولاد، بتدخل عدد السيمبلز اللي عندك او السورس بتاعك او التكست اللي عندك، وهو اوتوماتيك بيعمل له عمليه انكود. تمام. الـ بعد كده الديكودنج يا اولاد، او الطريقه الثانيه اللي هو هوفمان، وانا جبتها في الامتحان الترم اللي فات، جبت هوفمان في الامتحان وجبت المثال عليها. معظم الناس يعني اللي حل حل واللي ما حلش مش بتفرق كتير. بقول لك لو انت عندك سيكونس من الليترز بتدخل بفريكوانسي معينه، وقدرت انك انت تعمل عليها سب تري، التري اللي عندك دي بنسميها هوفمان تري. بنسميها ايه؟ هوفمان تري. طب بتتم ازاي؟ اول حاجه باخد اقل اثنين ليهم فريكوانسي واجمع الاثنين على بعض واطلع عدد جديد اسمه زد. الزد ده له فريكوانسي جديد بضيفه للسلسله اللي عندك، وهكذا لحد ما اعمل هوفمان انكودنج. طيب اللي انت بتقوله يا دكتور انا مش فاهم حاجه خالص. بصوا كده، طبعا انا حاطط مثال، والمثال ده هو تقريبا يعتبر نهايه المحاضره دي. بص كده، لما اجي اعمل تكست انكودنج بيبقى ازاي؟ بص يا ابني، ادي الليسته بتاعتك من الحروف. الاي متكرره 20 مره، البي متكرره 15 مره، السي متكرره 5 مرات، الدي 15 مره، الاي 45. التكست ده لما تحطه هتحط تكست طويل جدا جدا. شوف الايه هتكررها 20 ثم 15 ثم 5 ثم 15 وهكذا 45. فاحنا بناخدها اوتوماتيك. يعني ايه اقل فريكونسي يا اولاد؟ اول حاجه بدور على الرموز اللي ليها اقل تكرار. اقل ايه؟ تكرار. اللي اقل تكرار اللي هو العدد اللي تحت ده، اللي هو عندك السي مكرره اقل واحد، صح؟ وفي كمان عندك الدي متكرره 15 والبي متكرره كام؟ متكرره 15، في اثنين متساويين اهم. طب هاخد ان هي ايه؟ قال لك تاخد اي واحده منهم. في المثال بتاعنا احنا خدنا الدي وخدناها بالشكل اللي قدامك ده. كل اللي سيادتك هتعمله انك تجمع الاثنين الفريكونس على بعض، يبقى ده اصبح كام؟ 5 زائد 15 يدي لك ال 20 بتاعتك. وهيدي لك سيمبل جديد كومباينيشن من مين؟ من السي والدي، يبقى ان 1 على 20. يبقى اصبح الفئه الجديده او السورس الجديد او المصدر اللي بيطلع الليترز جديد اصبح بيطلع بالشكل ده، الاي ب 20، الاي ب 15، الان 1 ب 20، ثم الاي ب 45. كونت المجموعه رقم 1. ادور على اقل فريكونسي، اول واحده عندك مين؟ 15، واعتبر كمان مين؟ ان 1. يبقى على طول اوتوماتيك هتلاقي اهو دكتور خرج يا جماعه ولا ايه؟
لا يا شباب، انا ما بخرجش النت اللي بتفصل يا شباب. ايوه يا دكتور سامعين. النت اللي بتفصل يعني ما حدش يعتقد ان انا خرجت من غير ما اقول لكم سلام عليكم مثلا. ها السلايد قدامكم متشيره؟ ايوه ايوه تمام. واحد من اثنين ثم الايه اهي. طب مين اقل فريكونسي؟ ال 20 وال 35، لان انا الاي دي لسه بعيد عليا. هبدا اكون المجموعه الجديده اهي، كونتها في السلايد الاخيره اهي. اصبح عندي 55 و45. خلي بالك انا رجعت لك الشجره، عشان دي هنسميها دلوقتي باسم هوفمان تري، الشجره اللي طالعه دي هوفمان تري. طب ايه الزيرو والواحد؟ قال لك التكويده بتاعت الليفت هنسميها زيرو، والتكويده بتاعت الرايت هنسميها واحد يا اولاد. فيبدا بعد كده بقى ما عادش عندك غير مين؟ غير ال 55 والكام؟ ها؟ والايه؟ نبدا نعمل الايه؟ نعمل التكويده الاخيره اللي هي عباره عن مجموع الاثنين اللي هيبقى 100 على ما اعتقد. تمام؟ وده هيبقى الروت بتاع التري اهو. بص كده الروت بتاع التري اهو. ان 4 على 100، وادي الرايت سب تري، وده الليفت سب تري. ديت الشجره اللي انت كونتها دي اسمها هوفمان تري، سهله جدا في تكوين تكوين اهو، مفيش ادنى مشكله. شويه لعب بتوع ثانويه بتوع ابتدائي. هات يا ابني مين اللي متكرر اقل واحد تكرار؟ قلنا مين؟ قلنا السي. واللي بعد منه في اقل في التكرار قلنا الدي. جمعناهم على بعض وكونت ان واحد. بعد كده ادور على الان، ادي 20 وادي 35، جمعتهم على بعض. جمعناهم على بعض، ادالك السب تري بتاعتك اللي هي ايه؟ الليفت سب تري. طب ازاي التكويت بتاع الايه؟ بص كده التكويت بتاع الايه؟ هروح على الروت وانزل يا حبيبي، هنزل على ايه؟ زيرو. ها؟ زيرو زيرو. يبقى الايه التكويت بتاعها كام؟ 3 زيرو. طب عايز اكود البي، البي هتبقى 0 0 1. التكويت بتاع السي اهو 0 1 0. التكويت بتاع الدي 0 1 1. التكويت بتاع الاي ها 1 بس. تمام كده يا شباب؟ وهو ده عمليه التكويت بتاع عمليه التكويت عن طريق هوفمان انكودنج. لو انت بصيت على الشكل النهائي هيدي لك التري بتاعتك، وادي التكويته بتاعتك بيديها لك بالشكل اللي قدامك ده. الطريقه الثالثه في التكست انكودنج يا اولاد، اللي هي عمليه اللي هي اولاد الدلتا انكودنج. الدلتا انكودنج ما هي الا بتدي لك مجموعه من الحروف اللي قدام سيادتك دول. بص عليهم كده، الرموز اللي قدامك ديت ممكن تكون A و B و C و 19 و 17 و 24، ممكن يكون ميكس وممكن يكون ارقام بس. فاصبح ايه بياخد ايه بقى؟ 19 ال 17 تنزل لمكانها. بعد كده هنعمل ايه؟ هنطرح 19 من 17 او 17 من 19. بعد كده هنطرح كام؟ 19 من ال 24، 24 من ال 24، وهكذا. التكويده بتاعتك اللي تحت هيطلع اللي قدامك اهو. بس هو ده الدلتا انكودنج، حاجه بسيطه جدا جدا. طب ايه اللي انا جبته في الامتحان والعيال برضه لسه لحد دلوقتي ما هماش عارفين يجيبوه؟ بص كده يا ابني، لو انا اديتك 3 0 0 0 1 0 1 1 0 1 وواحد كمان، وقلت لك هات اعمل ديكودنج، انت كده ده اسمه انكودنج. يعني 0 0 0 1 1 والكلام ده كده ده تكويد، ده تكويد. طب انا اديتك التكويد وقلت لك اعمل لي ديكودنج، يبقى معناها ان انا عايز مين؟ عايز من الباينري نمبرز اللي انا مديهم لك، عايزك ترجعهم لي للاي والبي والسي والدي والاي. ده اسمها الانكودنج والديكودنج. وهبعت لكم الميد تيرم بتاع اللي انا جبت فيه السؤال ده عشان تبقى اوير بالايه بالموضوع. كده يكون احنا خدنا ملخص المحاضره بتاعتنا. ايه هي المالتي ميديا؟ وقلنا المالتي ميديا لها انواع، اللي هي الماس ميديا، اللي هي الكوميونيكيشن ميديا، اللي هي الاستورج ميديا، اللي هي الهيومن الانتر اكشن ميديا. خدنا الانتر اكشن ميديا وقلنا ان الانتر اكشن ميديا بتشمل التكست
والاوديو والساوند والفيديو والستيل ايمج والكمبيوتر جرافيكس. بعد كده قلنا ان انت المالتي ميديا لها ابلكيشن ولها استخدامات وفيها ناس كتير بتقول ان احنا لازم نستخدم المالتي ميديا وتطبيقاتها كل يوم في ايدينا كلنا. طيب المالتي ميديا انا محتاج ايه، ادرس ايه في المنهج ده؟ قلت لك انك انت هتدرس في المنهج ده التكست انكودنج ديكودنج، المره الجايه هتاخد ستيل ايمج انكودنج ديكودنج، المره اللي بعدها هتاخد الاوديو انكودنج ديكودنج، المره اللي بعدها هتاخد الفيديو انكودنج ديكودنج. يبقى انت اصبح عندك هم دول الايه الخمس مواضيع اللي احنا هنشتغل عليهم طول الترم. خدنا التكست انكودنج وخدناه بثلاث طرق اللي هي الران لينس انكودنج ثم هوفمان انكودنج ثم